رح نبدأ صباحنا بمجموعة من الأخبار المنوعة حول العالم، والبداية رح تكون من العمليات الجراحية لإنقاص الوزن اللي صارت موضة بهالأيام، حيث أشارت أبحاث جديدة إلى أن عمليات جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تؤدي إلى العقم لدى الرجال. وبحسب عدد من الأطباء الذين قاموا بالدراسة، فإن جزء مهم منها يتعلق بحل لغز العقم عند الذكور، ويمكن التحدي في معرفة ما إذا كان تصحيح الانحرافات الهرمونية أمر كافي لإحداث العقم. أريج، قام باحثون في مستشفى في سان باولو بمتابعة 23 شخص من المشاركين في الدراسة لمدة 5 سنوات على الأقل بعد إجراء جراحة لعلاج السمنة، وتم تقييم مستوى السكر في الدم وفيتامين د والزنك، وكشفت النتائج عن حدوث تشوهات بنسبة تصل إلى 57% من الرجال بعد عامين من إجراء جراحة لعلاج السمنة. يعني يا نور، العديد من العمليات الجراحية وخاصة فيما يتعلق بالشأن التجميلي أوقات بيصير إلى تأثيرات سلبية أكثر مما هي تأثيرها الجمالي، ونتيجة النهائية ممكن تكون بالمنظر جميلة لكن تؤدي لأمراض تانية. هذا بيقول إنه شو المثل؟ الجمال له ضريبته بالاخير. اما خبرنا التالي فهو بخص كل المزارعين وكيف ممكن انه هذا الاختراع يريحهم، حيث تمكن العلماء ببريطانيا من تطوير روبوتات قادره على زراعه المحاصيل والعنايه فيها من دون اي تدخل بشري. أكيد أريج، وعن آلية عملية الريبورت، أكد العلماء أن هذا الريبورت مزود بالعديد من الأجهزة والمعدات الإلكترونية الحديثة، فالكاميرات الحرارية وأجهزة مسح الطيف المزودة بها تساعد على قياس ارتفاعات النباتات وأحجامها، كما تساعد على قياس قطر ساق النباتات واكتشاف الأمراض التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة. وبعد المسح يقوم الريبورت بإرسال كل تلك البيانات إلى الكمبيوتر لتكون خريطة ثلاثية الأبعاد تشمل كل المعلومات والبيانات عن حقل النباتات المدروس. عم نشهد يعني العديد من الابتكارات الجديدة والاختراعات فيما يتعلق بالروبوت، وصار الروبوت عم يدخل بالحياة البشرية بمختلف مناحية. يمكن عم يدخل بكل تفاصيل حياتنا اليومية، بس أنا إذا بتقولي لي بدك ريبورت بقيم النباتات ولا بالبيت، أكيد بالبيت مسانيش عادنا بالشغل. تمام. أما ختام أخبارنا المنوعة لليوم رح تكون من روسيا، حول فحص قبول لفتيات روسيات راغبات بتعلم قيادة الطائرات الحربية، حيث شهدت مدرسة الطيران الحربي العليا بمدينة جنوب روسيا بدء أول امتحانات القبول للفتيات في تاريخ روسيا، وسوف تخضع الراغبات بالدراسة لفحص لياقة واستعداد نفسي ومهني. خلونا نتابع مع بعض. أريج، الحياة اليومية بتحمل كتير من التفاصيل يلي ممكن نجهل سببها، وهلأ خلونا نتابع مجموعة من المعلومات يلي ممكن نتعرف عليها لأول مرة بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا منحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها منحب نتعرف عليها. هل تعلم وبحسب عدة دراسات بأن أفضل نوم صحي هو أن ينام الشخص 4 ساعات ثم يستيقظ ساعتين ثم ينام 4 ساعات أخرى؟
وهل تعلم أيضا أن مدح النفس صباحا وأنت تنظر إلى المرآة مفيد في رفع مستوى الثقة بالنفس؟ وهل تعلم أن الدماغ أقوى عنصر في جسم الإنسان؟ وأخيرا، هل تعلم أن تناول المسكنات بشكل كبير يؤدي إلى خفض مستوى السمع؟ أريج، كنا عم نتابع بعض المعلومات يمكن المفيدة، ولفتني خبر النوم. يعني بعتقد هو النوم مفتاح كل شيء، فلازم الواحد فعلا ينام منيح مشان يكون مرتاح تاني نهار، إن كان بشغله أو بحياته اليومية. تماما نور، وكمان في معلومة تعرفنا عليها، انه وقت الواحد يمدح حاله الصبح على المراية هذا الشيء بيقوي من ثقته بنفسه، يعني هذا الشيء جميل. صحيح أريج، لانه في كثير من الناس مثلا بتلاقيها بتعصب بتقول عن حالها كلام مو جميل. لا، الواحد لازم لو رغم كل الظروف يفيق الصبح يمنح حاله هو طاقة من الإيجابية وجرعة من الثقة ليبلش نهاره. ان شاء الله نمنح كل مشاهدينا هالطاقة الإيجابية مع هالأخبار. يعني الزمن هو كفيل بتخليق كل حدث مهم ممكن يمرق بحياتنا، فشو الأحداث اللي تخلدت وصارت ذاكرتنا لليوم؟ نتابع سوا بهالتقرير. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1917 تم إعلان نظام جمهوري في روسيا. في عام 2003 السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها. وفي عام 2015 فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزءاً من نظرية النسبية العامة لأينشتاين. من أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1849 عالم الفيزيولوجيا الروسي إيفان بافلوف، وفي عام 1926 الروائي الفرنسي ميشيل بوتور. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1321 الشاعر الإيطالي دانتي أليغري، وفي عام 1916 عالم الرياضيات والكاتب الإسباني خوسيه إتشغاري. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. تاريخ اليوم كان بداية وتميز وابتكار بعالم الطب وأبحاث قدرت تكون فاصلة مهمة وحل كتير من الأمراض. مين هو شخصيتنا لليوم الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904؟ خلونا نتعرف عليه بالتقرير التالي. إيفان بافلوف عالم وظائف أعضاء روسي، ولد في 14 من أيلول من عام 1849، وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904 لأبحاثه المتعلقة في الجهاز الهضمي. ولد بافلوف في ريازان وكان الأكبر بين إخوته. لم يتلقى بافلوف العلم في المدرسة إلا أن بلغ سن 11 من عمره. أبدى بافلوف منذ طفولته تفوقا عقليا وطاقة غير عادية أطلق عليها غريزة البحث. التحق عام 1870 في قسم الفيزياء والرياضيات بجامعة سان بطرسبورغ تمهيداً لدراسة العلوم الطبيعية. في عامه الجامعي الرابع فاز بحثه الأول عن الفيزيولوجيا العصبية للبنكرياس بجائزة جامعية رفيعة. وفي سنة 1875 أنهى بافلوف دراسته بتفوق كبير في مجال العلوم الطبيعية، ثم التحق بالأكاديمية الطبية الجراحية وحصل على الدكتوراه عام 1878، ثم حصل على الميدالية الذهبية عام 1879 تقديراً لتفوقه. أصبح عضواً في أكاديمية العلوم عام 1907، كما أنه مؤسس دراسات التجربية الموضوعية للنشاط العصبي الأعلى، مستخدماً منهج المنعكسات الشرطية واللاشرطية.
تمكن بافلوف من خلال منهج الانعكاسات الشرطية من اكتشاف القوانين والآليات الأساسية لنشاط الدماغ. وأدت دراسة بافلوف لفيزيولوجيا عمليات الهضم إلى فكرته القائلة بأن منهج الانعكاسات الشرطية يمكن أن يستخدم لبحث السلوك والنشاط العقلي، لتكون بذلك نظرية الاستجابة الشرطية التي تفسر التعلم أشهر نظريات بافلوف. توفي إيفان بافلوف في عام 1936 بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد. أحيت مديرية المعاهد الموسيقية والباليه بوزارة الثقافة حفل التكريم الثاني للطلبة المتفوقين بمعاهدها يوم الثلاثاء الماضي بالمسرح المغلق بمجمع دمر الثقافي، حيث تم إقامة حفل موسيقي وتوزيع شهادات التكريم على الطلاب المتفوقين المشاركين. أريد شارك في الحفل 38 طالب وطالبة ما بين عزف منفرد وجماعي وغناء شرقي. للحديث أكثر عن هالفعالية معنا بصباحنا غير لليوم مدير المعاهد الموسيقية المايسترو محمد زغلولي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، مبروك حفل التكريم الثاني للطلاب. وايضا يا هلا فيك، يعني كان في مشاركات لجميع المعاهد التابعه للمديريه بهذا الحفل، خبرنا اكثر عن مشاركتهم. تمام، اليوم برعايه وزير الثقافه الاستاذ محمد الاحمد اقيمت مديريه معهد الموسيقى والباليه بالتعاون مع الهيئه العامه لدار الاساتذه الثقافه والفنون حفل التكريم الثاني للطلبة المتفوقين بالمعاهد الموسيقية. المعاهد الموسيقية اليوم صار عددها 7، اللي هي معهد صحيح الوادي بدمشق، معهد صباح فخري بحلب، معهد فريد أطرش بسويدا، معهد محمد عبد الكريم بحمص، معهد نجيب سراج بحما، معهد محمود العجام باللاذقية، وفتح مؤخرا من 5 أشهر معهد عربي للموسيقى بطرطوس. الفكرة الأساسية هي بالملتقى وإنه يلتقوا ويتجمعوا دور الطلاب. نقول حفل المتفوقين اكيد مو المقصود انه تفوق بماده الرياضيات تبع 1+1=2 او اي ماده علميه ثانيه. التفوق اليوم انا بشوفه مجرد انه نحن هي المعاهد مستمره موجوده، طلاب مستمرين بدروسهم، الاساتذه مستمرين بالتزامهم، الكوادر الاداريه بتكون موجوده، فهذا هو كمان تفوق. اليوم كان تقريبا في 38 طالب مشاركين. تنوعت المشاركه ما بين العزف والغناء، تقدم كل أنواع الموسيقى الكلاسيكية والشرقية بهذا الحفل. هذا كمان بيدل على التنوع والغناء اللي عم تشتغل فيه معاهدنا الموسيقية اليوم ضمن المنهجية اللي نحن حاطينها كمديرية معاهد واللي عم نتابعها دائما بإشراف وزارة الثقافة. كانت الأعمار كمان حتى الأعمار مختلفة، منلاقي اليوم الطفل اللي عمره 8 سنين 9 سنين كان مشارك، واللي عمره 11 سنة واللي عمره 13. الانسجام اللي كان الجماعي بالعزف الجماعي بين الطلاب، أوركسترا النفخيات مثلا مع صحيح الوادي اللي هي فتحت الحفل بقيادة أستاذ دولامة شهاب اللي بنوجهلهم التحية، اللي أبدعوا بثلاث قطع منوعة كانت معزوفة. معهد حما اللي كان مشاركته من خلال طالب الغناء يزن كفل كثير تميز بغنائه وإدائه بالإضافة لطالب العود. معهد العربي الموسيقى بطرطوس كمان أبدعوا طالبين بالعود والغناء. معهد محمود العجان تميز ما بين الكمان والبيانو، بالإضافة لمعهد محمد عبد الكريم بالجيتار بالفلوت، كمان البيانو مع صحيح الوادي من خلال مشاركته بالمتفوقين من آلة الكمانجة والفلوت والبيانو، اللي بنفس الوقت هنين تخرجوا السنة من بارك لون، يعني كانت الفرصة متاحة أنه منه تخريج ومنه التكريم التفوق. معهد فريد الأطرش كمان اللي أبدع بمشاركته من خلال العزف السولو ومن خلال العزف الجماعي اللي سمعناه كتخت شرقي وكفرقة شرقية للمعهد. هذا التنوع وهذا الغنى اليوم بيعطيهم هن حافز جديد. وهذا اللي بدي أسألك عنه، يمكن حفل التكريم اللي صار تميز بخصوصيته بالمشاركة الكبيرة اللي فيه من جميع المحافظات السورية، كان في تنوع، كان في انسجام، كان في أعمار مختلفة، فئات مختلفة، بتحس إنه روح واحدة، نبض الحياة موجود، إن كان عن طريق الفن والثقافة، يعني نشاطاتنا أبداً خلال الحرب ما وقفت، بالعكس بتحس في تزايد وإقبال على هي النشاطات، وفي مواهب سورية كتير موجودة بسوريا عم تندعم من خلال هاي المعاهد. في نقطة كتير مهمة، نحن اليوم خلال 6 سنين وشوي من الحرب على سوريا عم نشوف اليوم نتاج صار بالحرب،
يعني اليوم نحن بوزاره الثقافه 4 معاهد افتتحوا خلال الحرب اللي هن طرطوس مؤخرا وحما وحمص واللاذقيه، وشفناهم على ارض الواقع على المسرح. على المسرح ما في مجامله، يعني اليوم الدليل وقت نقول انه اليوم المعاهد ظلت مستمره ما سكرت ولا يوم، الاساتذه ملتزمين، الطلاب والاهالي عم يجيبوا اولادهم، عم نشوف النتيجه هي اللي موجوده على المسرح. طبعا نحن عدد المتفوقين والمميزين بالمعهد واكيد اكبر من هيك، ونحن بنتمنى يشاركوا العدد الاكبر، بس بنعرف لاي حفل بصير في معايير، ودائما انت محكومه بالعدد ومحكومه انه بالمقاييس والمعايير بس بالتالي نحن ضمن خطتنا رح يكون هو يعني اي طالب موجود ومتفوق ومميز ما رح يكون خلص من المعهد الا يكون حصل على هذا التكريم وعزف في حفل خلينا نسميه مركزي على مستوى سوريا، بالاضافه لمشاركاتهم اليوم رح تكون ضمن معاهدهم وتكريماتهم بدها تكون ضمن المعاهد. الفكره بحد ذاتها فكره ابدا ما أنا سهله انك تجمعي هذا العدد من كل المحافظات، هي اكيد بحاجه لتعاون من كوادر اداريه بالمعاهد، تعاون الاهالي وتشجيعهم للفكره. طبعا الاهالي يعني لهم دور كثير كبير بتنميه يعني هالمواهب وايصالها لطريق صحيح. رح لك شغله ببساطه، مثلا يوم طلاب معهد نجيب السراجي اللي من حما، طالب بينزل من المحرده للمعهد والطالب الثاني بيجي من السلميه، يعني اليوم هو اجى من السلميه ورغم هي الظروف، فهذا شو يعني ما بيعطيك شيء غير قدامك انه انت قدام مسؤوليه كبيره قدام هذا الجيل اللي هو ما عنده مشكله بس انه يظهر من هو الطفل السوري الصح. مايسترو ذكرت لنا انه تم عرض وعزف مقطوعات رائعه من معاهد مختلفه، نحن رح نتابع مع بعض مقتطفات من اجواء الحفل ونرجع لنكمل حديثنا مع حضرتك. كنا عم نتابع معك مايسترو مقتطفات من حفل التكريم، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه رغم كل ظروف اللي عم يعيشوها الطلاب، في ظروف صعبه، الطلاب مهجرين ان كان من حمص او من حما عم يجوا على المعاهد تحت ظروف كثير صعبه وعم يشاركوا وعم يكون في عندهم تفوق وعم يكون في عندهم مواهب تندعم. اكيد في ظروف كثير صعبه، يعني حتى انا اليوم وهي نقطه مهمه لما نشوف الطفل عنده شيء نحن عم نحاول ندعمه. يمكن يعني نحن اول شيء من واجبنا ندعم هي المواهب. اثنين، انت لما بتشوفي هذا الاصرار من هي الطلاب واجت رغم هي الظروف، فانت كمان بتضعك قدام مسؤوليه كبيره وبتشوفي انه انت يعني شو ممكن لازم تقدمي. لك كل محافظه اليوم تختلف معايير عن الاخرى. يعني في محافظات مثلا ما عندهم الكوادر الموجوده بالشام الموجوده بسويدا فرضا، بحلب معهد مثلا مثل حما انه اليوم عمره 3 سنين ضمن هي الامكانيات، معهد مثل حمص نحن هون شو بنساوي؟ عم نساوي عم نحاول خلال ورشات عمل سواء للنظري او للعملي، ونهينا الشهر الماضي كنا ورشة عمل لكل اساتذة السولفيج بالمحافظات، اجوا عملوا بدمشق ورشة عمل رح تكون تقريبا كل 3 اشهر. هون نحن بنضل حريصين مشان نضل في تواصل، كيفية اعطاء المنهاج، كيفية اعطاء الدرس. بتعرف اليوم الطفل له طبيعة
درسوا. ومن هون انا يعني بدا عبر المنبر الاخباري اليوم اي حدا موسيقي اليوم من زملائنا الاكاديميين واللي عندهم فعلا نظره وبيغاروا على مصلحه الاطفال تكون الغيره هي على ارض الواقع انه نحن نفيد المعاهد بالعملي. يعني انا اليوم ماني بحاجه لحدا يجي تنظير او حكي او لا، انا اليوم الباب مفتوح لاي حدا بس على ارض الواقع نعمل لهم ورشات عمل، شو فينا نطور نجيبهم لعنا، شو في امكانيات نحن نروح لعندهم، الباب مفتوح للجميع. يعني اليوم انا بعتب احيانا انه على حدا مثلا بس انه هيك قاعد على الفيس انه عنده شويه وقت فاضي انه يكتب شويه انتقادات لاي مجال إن كان، لا خلينا نحن اليوم على ارض الواقع هي الاطفال تستحق. انت اليوم شفتي الطفل على المسرح، ما بتعرفي هذا الطفل لو وصل على المسرح شو كان معاني، شو ظروفه بالبيت خلال العام. هيك عم نحكي تحت الهواء انه في اطفال تماماً كانوا بمناطق حتى وصل محاصرين. لا نحن خلينا نشوف تمام. انا ليكي انا بنظرتي النظره الانسانيه دائما مطلوبه باي مجال خصوصي بموضوع الطفل وموضوع الموسيقى. برجع بكرر انا اليوم التفوق مو انه معناتها هذا اخذ 10 من 10 بالرياضيات ولا 10 من 10 بالجغرافيا، لا اليوم بالموسيقى تفوقه هو تفوقه على حاله بهي الحرب رغم يعني مو نسميها الازمه رغم المعاناه نقول مثلا النفسيه نتيجه نعرف قذائف صواريخ حسب المنطقه، لا عم بيضل عم بيغني عم بيضل عم بيهزف عم بيضل عم بيروح على المعهد. يمكن الامور العلميه هي موجوده ولازم تكون عند أكيد. الطفل والطالب ولحتى يتعلم بالمدرسه، لكن هي الموسيقى هي اختياره طبعا. بتكون لحتى هو يطلع ابداعاته ويطلع كل شيء بداخله. اليوم قديش بالفعل كل طفل هو بحاجه لدعم لحتى ينمي مواهبه ان كان بالموسيقى او اي بنشاطات أي اخرى حتى شوي يطلع من جو الحرب يلي مرت عليه. دعم الموهبه وثقلها موضوع كثير مهم. وكل طفل عنده موهبه مختلفه يعني بالرياضه بالموسيقى بالادب باي شيء. هي حلو اليوم لما هي الموهبه انت تثقليها لما هي الموهبه تدعميها وتتابعيها. الدراسه اولويه يعني اليوم اغلبيه الطلاب اللي بنشوفهم متفوقين وشاطرين بالموسيقى هن يعني كمان شاطرين بمدارسهم يعني من الاوائل حتى في منهم نسبه كبيره عم بيكونوا كمان رواد على مستوى سوريا طلائع. فالمتفوق هو متفوق يعني تقريبا بكل شيء وهذا الطبيعي لانه هو بيكون حدا بنظم وقته حدا بيعرف انه شو بده هيك شيء بتجي بالفطره نوعا ما مع موضوع انه الاهل والبيت والمدرسه. فلا اكيد الدراسه اولويه لما بندعم الموهبه كمان بالدراسه الصح والطريقه العلميه الصح كمان هذا الشيء بنمي شخصيه الطفل بنمي شخصيته. فنحن عم نحكي اليوم بحرب معاهد عمره 4 سنين و3 سنين و5 سنين وعم تعمل نتاج فانا بعتبره هذا انجاز مهم بالتاكيد هذا انجاز أكيد. كبير بدعم من وزاره الثقافه اكيد يعني والوزاره على الجهود الكبيره اللي عم يكونوا فيها كمان في ظل الحرب. خلينا نحكي بعد هيدا التكريم شو في خطط او انشطه او فعاليات مع بدايه العام الدراسي فينا نقول؟ نحن حاليا بلشنا بامتحانات القبول للمعاهد الموسيقيه اللي دائما نحن بناخذ العمر من 7 سنين ل 12 سنه. بلشنا من يوم الثلاثاء بمعهد السويدة، بكره الجمعه يعني هو الجمعه بس رح يكون كمان في بمعهد صلح الوادي بدمشق ومعهد محمود العجام باللاذقيه وباتباعا بكل المعاهد. بعد حفله يوم الثلاثاء عم بفكر هلا يعني في نزيع انه هو نعمل شيء اسمه مثل ملتقى المعاهد اللي هذا يكون مثلا سنوي او كل 6 شهور. تنزل المعاهد ممكن نعمل يوم مخصص لكل معهد يعني حفلة لأنه بيستاهلوا. يعني اليوم في كوادر كويسة ومختلفة يعني ما بين العزف الجماعي والعزف الإفرادي والغناء. هذا كمان بيعطي دعم أكثر وبيستفيدوا من خبرات بعض الأطفال وحتى الأساتذة حتى المدراء. الفكرة هي ثاني سنة على التوالي يعني لما صف مديرية وصاروا يجتمعوا مدراء المعاهد الطلاب هيك بيتعرفوا يعني انا بنفس الوقت. هي خطوه مهمه لانه لما تدعم الطالب المعهد يدعم الطالب ويقوم بحفل للطلاب خصوصا لانه ما في أكيد. عندك جهات اخرى تدعم هي الطلاب ويقوم بحفل لهم. تمام. والاهميه بتجي لما مثلا اليوم اجوا حلب على الشام واجت السويدة على الشام اجت المعاهد شافوا بعض عرفوا اليوم كل معهد شو المستوى اللي عنده. فانا بدي اسفهم بحالي مثلا كمدير معهد انه والله في هي الشغله لازم انا اشتغل عليها بجتمع انا وكادري التدريسي اذا انه بدنا نعمل هالقصه. السنه كان مثلا احسن من السنه الماضيه، هالسنه اكيد كان في اخطاء بنتجاوزها مثلا بالسنه الجايه، فبس نحن المهم انه نبلش، المهم انه نحن نضل عم نشتغل. اما انا اذا بكل خطوه بدي اقعد افكر فيها ممكن تنجح ممكن ما تنجح ويلا بلاها، فمعناتها بنضل قاعدين محلنا وما عم نساوي شيء. يمكن الاهل كمان بيحطوا طفلهم او طالب يعني باول الطريق وكمعاهد موسيقيه بتستلمه وبتنمي له موهبته، هل بيكون في تواصل بينكم او بين اداره المعاهد واهالي هالطلاب المبدعين؟
أكيد في تواصل. هلأ دائما في اجتماع ولي أمور ببداية العام وحتى بنص السنة بين المعاهد وبين يعني بين إدارات مجلس أي كل معهد وأولياء الأمور. بنفس الوقت كمان أنا كمديرية معاهد عم بيكون في تواصل بشكل دوري، عم نطلع بنجتمع بالأهالي، في تواصل عبر صفحة مديرية المعاهد الموسيقية والبالي على الفيسبوك، يعني لأي شيء أي استفسار أي شيء ممكن يصير مقترح، أو حتى إذا كان في موضوع أي يعني شكوى أو شيء، يعني هذا كله يعني عم بيكون موجود وعم بيكون متابع. نحن همنا بالأخير، أنا بالأخير أفكر كموسيقي، يعني كموسيقي مثل ما أنا اليوم الدولة أعطتني الظروف اللي ما أعطتها لحدا من دول الجوار. نحن اليوم لما كنا يعني صغار بالمعهد العربي بعدين بالمعهد العالي كان في خبراء روس، كان يعني الطالب اليوم بيكلف آلاف الدولارات، صحيح برا بيدفع يعني بيدفع آلاف الدولارات لحتى يتخرج. نحن كنا نكلف الدولة الملايين لتخرجنا، يعني اليوم كل موسيقي تخرج من المعهد العالي للموسيقى كلف الملايين حتى تخرج. بوقت احنا كنا ندفع يعني رسم زهيري وتبع 150 او 200 ليره على رسم السنه كلياتها بالمعهد علي، اليوم بال 4000 ليره هو رسم المعاهد الموسيقيه بسوريا. فبتلاقي اليوم الدوله عم تدفع لحتى تلاقي استمرار الحياه الموسيقيه ونبض الحياه الموسيقيه ورعايتها. المايسترو محمد زغلول مدير المعهد الموسيقي، نتشكرك على تواجدك معنا، نتمنى لكم التوفيق، واكيد كاميرا الاخباريه السوريه مرافقتكم بجميع نشاطاتكم. هدفنا الاساسي هو دعم المواهب والشباب السوري اليوم اللي قلنا يمكن وكررنا هي النقطه انه عم يعيشوا بظروف صعبه واستثنائيه، فيجب دعمهم، يمكن هذا اهم شيء اليوم. شكرا كثير لكم، بتشكر فعلا وزاره الثقافه وسيد وزير الثقافه اللي كان استاذ محمد احمد اللي كان متابع شخصي للفعاليه وكان يعني اعطى كل الاهتمام والدعم، لانه انت بالنهايه هيك فعاليات اذا ما في دعم وايمان مطلق بهيك ما بتصير. بتشكر كل مين ساعدنا وساهم معنا من ادارات المعاهد والكوادر الاداريه والتدريسيه، شكرا كثير لقناه الاخباريه اللي دائما هي مغطيه لنا نشاطاتنا واللي هي بتوصل صوتنا دائما، فشكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله دائما يضل الفن هو صوت الحياه اللي عم ينبض بسوريا. شكرا كثير لك. نور، امبارح احتفلت الطوائف المسيحية بعيد الصليب المقدس، وبهالمناسبة أقيم قداس بكنيسة الصليب بدمشق، رفع فيها المصلين تضرعاتهم لسلام سوريا. نحن بنوجه معايدة لكل أبناء الوطن وإن شاء الله تضلوا بألف خير. تفاصيل أوفى مع زميلي شاري اللي كانت ضمن الأجواء بكنيسة الصليب. يا رب إلى أبائنا.
أما هلأ أريج بنروح بجولة على آخر الأخبار الثقافية لليوم، والبداية من دار الأسد للثقافة والفنون، فقد أقيم مهرجان الملحنين السوريين الأول. يتضمن المهرجان الذي يشرف عليه الباحث الموسيقي أحمد بيبوس ثلاث حفلات لأعمال موسيقية وغنائية نادرة، منها ما كان محفوظا على الورق ليبصر النور خلال فعاليات المهرجان. ويرافق المهرجان معرض الآلات الموسيقية الشرقية بإشراف الموسيقي عيسى عوض. خلونا نتابع. إلى ليبيا، حيث أطلق شباب ليبيين بمدينة مصراتة متحف مصغر ليعرض فيه نحو 4500 قطعة أثرية تم جمعها على مدار السنين، وتعود هذه القطع لعصر الإمبراطورية العثمانية وفترة الاستعمار الإيطالي لليبيا وفترة حكم الملك إدريس السنوسي. ننتقل من ليبيا إلى جنوب السودان، فقد أقام نساء حفلا موسيقيا لدعوة السلام الذي يلقي الضوء على الجهود الإيجابية الرامية للمساعدة في وضع نهاية للعنف الدائر في البلاد. وشمل الحفل عروض موسيقية وعروض رقص فضلا عن عروض درامية تركزت على أهمية دور المرأة في دعم أسرتها في إقرار السلام في المجتمع. خلونا نتابع. Thank you.
كانت أخبارنا الثقافية لليوم. فاصل صغير من كفي بقية فقراتنا الصباحية. أما هلأ أريج وصلنا لفقرتنا الطبية لليوم ورح نحكي فيها عن موضوع بيعاني منه الكثير من الأشخاص، آلام أسفل الظهر بات يرافق الكثير من الناس بسبب العادات اليومية الروتينية الخاطئة التي نقوم بها. أسباب ألم الظهر وأنواعه وكيفية علاجه رح نحكي عنه أكثر مع الدكتور تامر الأمير. تامر أخصائي جراحة عصبية. سعد صباحك دكتور. صباحكم صباح المواطنين. يسعد صباحك. مثل ما حكينا يمكن البداية أو بالمقدمة، كثير من الناس هلأ بنسمعهم أنه ظهري عم يوجعني، يمكن ما في مكان نقعد فيه إلا ما بنشوف ظهري عم يوجعني، أنا أسفل ظهري عم عاني من ألم كثير قوي. خلينا نحكي عن آلام الظهر، ليش بهي الفترة عم نسمع بشكل كتير كبير منتشر وشو الأسباب؟ حقيقة ألم الظهر يعني مثل ما معروف هو مرض العصر، هو أكثر ألام شيوعا بين البشرية. حقيقة في إحصائيات عالمية بتقول أنه 90% من البشر، يعني 9 من كل 10 أشخاص رح يعانوا من ألم الظهر لمرة واحدة في حياتهم، سواء هذا الألم استمر أو كان تشنج لفترة صغيرة. وهل الموضوع ازداد بالسنوات الأخيرة بسبب طبيعة الاستهلاكية للحياة والماديات معينة، يعني انتقل العمل من العمل الميكانيكي للعمل المكتبي، جلوس فترات طويلة، وقوف فترات طويلة، الميل للنشاط المادي، الجلوس الطويل والابتعاد عن الحركات وابتعاد عن الرياضة، هذا كله أدى لشو ضعف بالمنطقة العضلات الظهر وازدياد نسبة الإصابة بآلام الظهر. بس نحن عم نتفاجأ بالأعمار، يعني لما تشوف شباب طبعا اليوم وأعمار جدا صغيرة بيقول لك أنا ماني قدران مثلا أحمل شيء، ظهري عم يوجعني أسفل، هذا اللي بتتفاجأ فيه اليوم. طبعا لأنه في عادات خاطئة كتير دخلت في الحياة مع تطور العلم وتطور وسائل الراحة، وابتعدنا تماما عن الحياة الصحية أو الأعداد الصحية للعمود الفقري. دكتور خلينا نتعرف أكثر على هالعادات الخاطئة اللي يمكن كتير منا بيتبعها وبيقوم فيها بشكل يومي لكن ما بنعرف أنه هي السبب الرئيسي لآلام الظهر. حقيقة بدنا نبلش أول شيء من طريقة الغذاء، زيادة الأوزان وخاصة بالمجتمعات الغربية. ثاني شيء عنا طبيعة الأعمال، انتقلت مثل ما حكينا أعمال مكتبية كلها بدها فترات طويلة من الجلوس. ثلاثة كمان في عنا شغلات اللي اسمها التكييف، تعرض للهواء البارد وتفاوت درجات الحرارة بين الداخل والخارج، هذا كله بيساوي لنا تشنجات عضلية. أربعة عنا التدخين وانتشاره بين حتى الشباب، وهذا بيؤدي كمان لأعراض مثل هشاشة العظام مثل ما بنعرف، وبيؤدي لنشفان في الأقراص الغضروفية. عنا خمسة كمان العادات اللي لها علاقة بدخول وسائل الاتصال حديثة، يعني صرنا نلاقي إنه في ناس قاعدة مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي 4-5 ساعات، فالوقت عم ينصرف في موضوع مواضيع ما لها علاقة بالرياضة وحركة العمود القطني. هذا كله عم يؤدي كنتيجة عامة لوجود تزايد بإصابات ألم أسفل الظهر. دكتور حكيت عدة أسباب، رح نتوقف يمكن عند سبب. خلينا نبلش برياضة، يمكن رياضة جدا مهمة للجسم بشكل عام، ونحن يمكن مجتمعاتنا ما عندها الثقافة الكافية أو الوعي الكافي لأهمية الرياضة. وكنا عم نحكي تحت الهواء إنه بتلاقينا بنسجل بنادي بنلتزم فيه شهر شهرين وبعدين بنتوقف. الرياضة قديش مهمة فعلا للياقة البدنية ولا كمان الظهر بشكل مستمر، يعني لازم لو بشكل يومي أو بشكل مرتين بالأسبوع من 20 دقيقة ل 30 دقيقة يجب ممارسة الرياضة. الحقيقة عندنا نحن لك العمود القطني أو حتى الظهر بشكل عام، العمود الفقري مؤلف من 3 كتل أساسية. الكتلة الأساسية هي الكتلة العضلية اللي مهمتها نصب العمود الفقري، أو مثل ما نقول إنه مسؤولة عن وقوفه وانتصابه للإنسان. الكتلة الثانية الكتلة العظمية، والكتلة الثالثة هي العصبية. هلأ نحن دائما، أنا أي مريض أو أي إنسان بيراجعني بيقول له نحن المسؤولية الكبرى تقع على الكتلة العضلية، يعني نحن الكتلة العضلية اللي مسؤولة عن الحركة ومسؤولة عن الانتصاب، مفروض نحن نهتم فيها ونقويها مع الزمن. هلأ الرياضة هي المفتاح السحري بهالحالة،
انه التمرين الدائم بيؤدي لحركتها وتضخم العضلات ومساعدتها انه تكون الداعم الاساسي في حاله الوقوف، في حاله المشي، في حال اضطرينا لجلوس طويل، هي بتكون الداعم الاساسي وبتتلقى العبء الاكبر. اما في حال كان في عنا ضعف بالهيكل العضلي فبيكون العبء على الأربطة والعظام والغضاريف، وهذا بالتالي بيؤدي لصور تضخم بالمفاصل والأربطة، مناير عظمية مثل ما بنسمع، الديسك على الغضروف مع الوقت الطويل، وإصابات متكررة ومتعددة. نعم دكتور، يعني في أكيد طرق علاجية لكل نوع إصابة يلي بتأدي لألم الظهر. خلينا نبلش يمكن بالعادات الخاطئة يلي بنتبعها كل يوم بحياتنا اليومية يلي بتأدي لها الألم، كيف نقدر نعالجها؟ هلا الحقيقة نحن بنعالج كل إصابة بحسب سببها. هلا يعني في حال كانت الإصابة واللي هي الأشعة بالإصابة بالكتلة العضلية، فنحن بنعالج التشنج العضلي بواحد، اول شيء بادويه خاصه بالمرخيات العضليه مضادات الالتهاب الستيرويديه. اثنين، اذا كانت الاصابه على المستوى العظمي بدنا نعمل راحه تامه بالفراش. ثلاثه، اذا الاصابه العصبيه ممكن ناخذ مسكنات ونحل السبب الاساسي اللي ادى للضغط على الاعصاب. بالتالي نحن بنشخص السبب، وبناء على حدوث السبب بنحط خطه علاجيه كامله ومتكامله للمريض. طيب خلينا كمان نحكي يمكن قديش الجلوس السليم كمان بيساعد يمكن من تجنب آلام الظهر. ونحن وصغار يعني كانت دائما ماما بالبيت تقلنا نحن انه شدي ظهرك وانت قاعدة. هلأ بتلاقي يعني حتى الأطفال عندهم جلسة غير صحية إن كان بالمدرسة أو بالبيت، في حنية بالظهر يعني بالمجمل. حقيقة في عنا هاي المشكلة بتنبع من شغلتين. نحن الأطفال مننبههم دائما أنه الحقيبة المدرسية كثير عم نعاني، أنه مثلا الطفل وزنه 30 كيلو 25 كيلو حسب المرحلة عم يحمل شنتاي 10 كيلو 8 كيلو بسبب الكتب. هاي وحدة. اثنين، تلاقي الطفل حاليا صار عنده مثلا برامج الأطفال عوض ما تكون ساعة نص ساعة صارت 12 ساعة كبير. قاعد بطريقة خاطئة على التلفزيون طول الوقت، وحتى على الموبايل او التاب هلا هذا ما عدنا نشوف الطفل مثلا عم يرقد عم يلعب مع رفقاته نشاط رياضي نشاط فيزيائي. في حنية دائمة يعني عم تلاحظ هذا كله طبعا بالوقت عم يؤدي مع حنية دائمة لانه هو دائما يا اما يعني من حنية على التاب من حنية على الكتاب من ما في نشاط فيزيائي كامل له. هلا الجلوس الصحي طبعا نحن بيختلف حسب العمر حسب النشاط اللي بدك اياه. يعني الجلوس لمده مؤقته يفضل يكون بشكل مستقيم بزاويه 90 مع انحناء الركب بزاويه 90. الجلوس لفترات طويله وخاصه لاعمال مكاتب، هلا انا هون بوصي توصيتين. اول شيء يكون الجلوس بزاويه 45 ليكون وزن الجزع موجود على مسند الكرسي وليس على العمود القطني. مع دعم العمود القطني بوسادة مشان حافظ على انحنائه الطبيعي. ثانيا ما يكون لأكثر من نص ساعة. يعني التوصيات الجمعية الأمريكية للعمود الفقري الجديدة انه الجلوس لنصف ساعة فقط مع 5 دقائق حركة لإعادة توزيع الضغوط على الأقراص الفقرية. يعني لازم كل نص ساعة نقوم 5 دقائق. عم تلاقي الناس بعد أكثر 3-4 ساعات بتتحرك. طبعا هي أدت لإصابات عملية كبيرة يعني مهنية كبيرة وكتيرة وخسائر مادية هائلة. كمان في دكتور بعض التمارين اللي لازم كل شخص يقوم فيها خلال نهاره يلي بتطلب انه يجلس وراء مكتبه لفترة طويلة. طبعا احنا قلنا كل نصف ساعة ممكن يقوم المريض يمشي خطوتين ثلاثة، يقوم بانحناءات متعددة لإعادة توزيع الضغط على القرص الفقري. يعني ما يكون الضغط فقط للأمام أو للخلف حسب طريقة الجلوس أو للجوانب، هذا بأدي مع الزمن لتشوهات بالعمود الفقري مثل الجنف مثل الحدب. هاي كلها نحن نتجنبها ببعض الحركات الرياضية، الدوران، الانحناء للأطراف، الانحناء للأمام، يعني حركات متعددة لتمطيط العمود الفقري. هاي يمكن فيما يتعلق بالأشخاص يلي عندهم شغل لوقت طويل وراء مكتب وبيعدوا على الكرسي. أما الأطفال يلي هلأ عم نشوفهم مع بداية العام الدراسي الجديد اللي عم يحملوا شنتاية تقيلة، كيف الأهل بيقدروا يديروا بالهم أكتر على أطفالهم ويقوموا بعض التمارين الرياضية ممكن بيومهم خلال نهارهم أو بس يرجعوا على البيت لحتى ما يصير عندهم أي مشاكل بعمودهم الفقري؟ عندي نصيحة دائما بنسألها أنا، انه الحقيبه المدرسيه نشيلها كتف واحد ولا كتفين؟ تا
تماما. لا يفضل طبعا انه تنشال على الكتفين لنوزع الضغط، ما يصير في ميلان بالعمود الفقري. اثنين انه نحاول قدر الامكان نختصر الوزن اللازم نوضع بالشنطة. ثلاثة بعد العودة من المدرسة الطفل بطبيعته عنده ميل للحركة الفيزيائية، بعده عن موضوع القعدة قدام التلفزيون أو القعدة على التاب، ونشجعه على اللعب النشاط الرياضي مع رفقاته. بهذا بشكل دائم بيحافظ على موضوع أنه موضوع الحركة وقوة العمود الفقري. ما نلتزم برياضة معينة لأنه كطفل صعب تلزمي أنه يعمل رياضة دائمة وتمارين متعددة. حركته الطبيعية ولعبه بين الأطفال هي بحد ذاتها حركة ورياضة للعمود الفقري. دكتور، كنا عم نحكي عن الجلوس الصحي قديش مفيد للعمود الفقري. خلينا نحكي اللي عندهم إصابات بالفقرات بالظهر، كمان يمكن جلوسهم بيكون مختلف او جلسه بتاثر عليهم بشكل ان كان ايجابي ولا سلبي. في جلسات يمكن مخصصه لهم لازم تكون. هلا نحن حسب طبيعه الاصابه، يعني نحن الامر المرضى اللي عندهم انزلاق غضروفي او ديسك قطني او انزلاق فقرات او جنب، نحن بنحاول نشيل الضغط عن المنطقه، ننصح المريض انه يكون بوضعيه الاستلقاء وليس بوضعيه الجلوس مشان نمنع عنهم الضغط بهاي المنطقة. حتى التمارين اللي منوجههم عليها أثناء العلاج الفيزيائي وأثناء الرياضة نوجه التمارين خاصة بوضعية الاستلقاء ليكون ما في وزن أبدا، مثل السباحة أو التمارين بوضعية التمدد لعضلات الظهر. بالتالي هالمرضى هون حسب الطبيعة، الجلوس بمرضى الديسك هن اكثر خطرة، يعني شغل لاوقات طويلة يجب ان يكون كان في عندهم حسب الجلسة ان كان هون سنادة او هون بنلتزم بالتعليم الاساسي اللي قلناها انه يكون الجلوس بزاوية 45 درجة بحيث يكون وزن الجزء الجسم والقسم العلوي من الجسم بقسمه الأكبر على مسند الكرسي وليس على المنطقة القطنية. ودعم المنطقة القطنية بوسادة تحافظ على شكلها الحقيقي. دكتور، ببعض الحالات ممكن يؤدي آلام الظهر للجلوس بالفراش ولفترة طويلة والشخص ما بيعود بيقدر يتحرك منيح. هلأ هون شو طرق العلاج بتكون وإمتى نحن نلجأ للجراحة؟ حقيقة الجراحة هي خيار أخير. نحن الجراحة بعد تشخيص سبب معين مثل وجود انزلاق غضروفي أو ديسك قطني أو نسميه فتق نوالب بيئة قطنية أو وجود لا سمح الله كتل خبيثة أو حميدة في العظام العمود الفقري، أو في حال وجود ضغط على العصب وعدم الراحة على العلاج المحافظ. بهي الحالات نحن طبعا نحط خيار الجراحة كخط أخير. أما الخط الأول فبنعطي الراحة التامة وإعطاء الفرصة للعمود الفقري لإعادة ترميم نفسه والاسترخاء بعيدا عن التشنج العضلي. اثنين نعطي أدوية خاصة كدعم مثل المرخيات العضلية، مثل مضادات الالتهاب لتخفيف الالتهاب الحاصل بين العناصر العصبية والعظمية والرباطية والعضلية. هذا كله مع بعضه مع الراحة ب 90% من الحالات وحتى أكثر من هيك النسبة بتأدي للشفاء طبعا. وبعدين بتتبع التعليمات الثانية اللي لها علاقة بالغذاء، لها علاقة بالنشاط الفيزيائي، لها علاقة بالرياضة لمنع النكس أو منع عودة الألم مرة تانية. طيب دكتور، خلينا نحكي أو نخص النساء بمجموعة من النصائح، لأنه بتلاقي في نسبة كتير من النساء عم تعاني من آلام الظهر بسبب العمل، بسبب يمكن طبيعة المعيشة، بسبب ترباية الأولاد، لأنه بتلاقي ربات البيوت اليوم عم يقوموا بأعمال جدا شاقة وما بيلتزموا فيها. يعني ابتداء من والدتي لكل النساء بتلاقي الدكتور بيقول لها أنه ما تحملي شيء ثقيل، اشتغلي شغلات مثلا مو كتير فيها أعمال شاقة بالنسبة لك، ما في التزام. خلينا نعطيهم بعض النصائح للسيدات. حقيقة أنا بدي أفسر ليش النساء أكثر. النساء هو بشكل عام الكتلة العضلية عندهم أقل من الرجال، بالتالي في عندهم تعرض للإصابة أكبر. مع هاي الكتلة العضلية بتعرض لضغوط فيزيولوجية كبيرة، يعني الحمل والولادة، زيادة الوزن أثناء الحمل بشكل مفاجئ، هذا كله عم يؤدي لضغط على العمود الفقري.
نقص الكلس، نقص الفيتامين د المرافق للحمول المتكرره، هشاشه العظام اللي بتصير بعد سن الياس، هذا كله عوامل مؤهله ليصير في عندنا اصابات بالعمود القطني. الحقيقه النصيحه لها لكل ست بيت، اول نصيحه لها العمل المنزلي او الاعمال المنزليه ما هي رياضه وما هي حركه، يعني انا بوصي انه والله بدك تتحركي، بدك تعملي، بدك كذا، تقول انا بالبيت بشتغل طول الوقت، هاي استنزاف للعمود القطني. طول الوقت وما بقعد، يعني انه بتلاقيها بتتفاخر بالموضوع، هذا استنزاف للعمود الفقري وليس رياضه وتمرين له. بدنا نلتزم برياضه معينه، تغذيه منيحه تكون غنيه بالكالسيوم، غنيه بالفيتامين د، غنيه بالمغنيسيوم، غنيه بالسوائل للحفاظ على تميه الاقراص الغضروفيه. اثنين مثل ما حكينا النشاط الرياضي. ثلاثة الابتعاد عن التدخين. أربعة تنظيم أعمال المنزل مع توصيات خاصة ببعض أعمال المنزل. الابتعاد عن الانحناء بشكل دائم. الابتعاد عن حمل الأشياء الثقيلة أو دفع أو جذبة. في مثل تيبس أو تريكس أو خدع معينة ممكن نعطيها لكل ست بيت إنها تريح حالة، مثل مثلا المجلة، ولو إنه شغلة صغيرة مثل المجلة لازم يكون بمستوى المرفق، ما يكون أوطى بحيث تنحنى الست البيت مثلا ساعة أو ساعة ونص على المجلة مشان تخلص الجلي. شغلات كتير بسيطة أثناء النشاط اليومي بس كتير بتفيدها فيما بعد للعمر. يعني نصائح كتير مفيدة اليوم ومعلومات قدمتناها دكتور، إن شاء الله كل مشاهدينا ما يكون عندهم أي آلام بظهرهم. وشكرا كتير لك دكتور تامر. شكرا لكم. شكرا لك دكتور تامن، ونتمنى من كل السيدات وربات البيوت اللي عم يحضرونا يلتزموا بالنصائح الطبية. شكرا كثير لك. ضمن احتفالا فنيا حاشدا نظمته مديرية التربية بالتعاون مع بطريركية انطاكيا للروم الارثوذكس وسائر المشرق وبرعاية المحافظة، استقبل طلاب محافظة درعا العام الدراسي الجديد بحضور رسمي وشعبي. تفاصيل اوفى مع مراسل الاخبارية السورية بدرعا رامي الشاعر. بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وتحت رعاية محافظة درعا ولجنة المصالحة الوطنية والأصدقاء الروس، أقامت مديرية التربية بدرعا بالتعاون مع بطريركية أنطاكيا للروم الأرثوذكس وسائر المشرق احتفالا فنيا حاشدا، وذلك في مدرسة الشهيد إسماعيل أبو نبوت للتعليم الأساسي بحضور رسمي وشعبي. هذه الفعالية لها معاني كثيرة، نحن اليوم بنركز عليها لأن وكما قال السيد الوطني السيد الرئيس بشار الأسد، نحن اليوم بحاجة إلى معركة فكرية، فزمن الحرب أو انتهينا من الحرب وانتقلنا هذه الأيام إلى أيام معركة فكرية ثقافية اجتماعية بامتياز، ومسؤولية هذه الطلبة ومسؤولية هؤلاء الطلبة. وكانت هناك فعاليات فنية وإلقاء كلمات كلها تحدثت عن الحزب والوطن والقائد. هذه المدارس التي أرادوا لها أن تدمر، أرادوا لها أن تكون مكان للقتل، هذه المدارس التي شهدت استشهاد الكثير من الأطفال اليوم تنهض من جديد. بدأ العام الدراسي بداية رائعة جدا، التجهيزات كاملة، التلاميذ مستعدون للتفوق. برغم كل الصعوبات وبرغم الحرب فالحياة مستمرة، والمدارس يتابعون عملية التحصيل العلمي. كلني ثقة أن هؤلاء الأطفال هم لهم دور ريادي في مستقبل سوريا المزدهر. لدي الانطباع الممتاز وأدهشت بالفعالية المنظمة في مدينة درعا. العمل الأساسي هو بناء الإنسان من خلال هؤلاء الأطفال، من خلال بسمة وفرحة الطفل. علينا أن نبدأ بهذا الطفل، لذلك يجب أن نحشد كل الطاقات والإمكانيات من أجل طفلنا، لأنه هو أمانة في أعناقنا وهو المستقبل لنا. كانت رسالة موجهة من أطفال مدينة درعا إلى كل العالم، نحن سنعيش للمستقبل لنبني أرض هذا الوطن. تضمن الاحتفال عدة كلمات خطابية أكدت على صمود الشعب العربي السوري وأبنائه، لا سيما طلاب العلم الذين تحدوا الإرهاب بالتصميم والإرادة، إضافة إلى عدة لوحات فنية غنائية وشعرية. حبيت أني أطلع قدام العالم وأفتخر بحالي وهيك، وهم عم بيدربونا، إحنا كثير انبسطنا وحبينا الجو وانبسطنا كثير معهم، ويوم طلعنا إحنا حسينا حالنا أنه شيء. جينا اليوم عشان نشارك بالحفلة وننبسط إحنا وأصدقائنا، حبينا نشارك فيها. شاركت اليوم، قدمنا فقرات كثير حلوة لمستقبل أصدقاء الروس اللي إجوا ليساعدونا، أنا كثير بشكرا أنه هن اللي حيساعدوا سوريا.
اختتم الحفل بتقديم هدايا لأبناء الشهداء الذين سطروا أروع ملامح البطولة والفداء بهدف زرع البسمة والفرحة على عيونهم الصغيرة التي ترسم أمل الغد. أما هلا مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك نور وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. استقبل الرئيس بشار الأسد وفدا من الشخصيات المشاركة في الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع عمال وشعب سوريا ضد الإرهاب والحصار وسياسات التدخل الإمبريالية. الرئيس الأسد تحدث خلال استقباله الوفد عن أهمية دور المنظمات الشعبية والقوى المجتمعية في التوعية والتحذير من مخاطر الإرهاب الذي ينتشر في العالم بما فيها تلك الدول التي دعمته، والأثر السلبية للحصار الاقتصادي غير الأخلاقي والمخالف للقانون الدولي والإنساني الذي تفرضه بعض القوى الكبرى الساعية لفرض هيمنتها على الشعوب التي ما زالت تتمسك بسيادتها وقرارها المستقل، مؤكدا أنه بالرغم من الحرب الإرهابية العسكرية والاقتصادية والإعلامية التي تتعرض لها سوريا فإنها تسير بخطى ثابتة نحو الانتصار. بدأت اجتماعات الجولة السادسة من اجتماع أستنا صباح اليوم بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري الذي وصل أمس إلى العاصمة الكازاخستانية للمشاركة في هذه الجولة. جولة أستنا السادسة انطلقت وسط تفاؤل من الدول الراعية وتوقعات بأن تركز على إقامة منطقة تخفيف التوتر في ريف إدلب وأن يصدر عنها نتائج مهمة تخدم جهود الحل السياسي للأزمة في سوريا. روسيا وعبر وزير خارجيتها سيرجي لافروف كشفت أنها تولي اهتماما خاصا لحل الأزمة في سوريا وهي تعول على نجاح الجولة الجديدة من اجتماع أستنا. استهدف سلاح الجوف الجيش العربي السوري محاور ومناطق انتشار وتحصن لتنظيم داعش الإرهابي في قرى الجنينة وحطلة والمراعية والبغيلية في دير الزور ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير مواقع محصنة لهم. وفي ريف حمص الشرقي استعادت وحدات من الجيش السيطرة على 14 قرية من بينها قرية عنق الهوى أحد أخطر معاقل إرهابي داعش في منطقة جب الجراح، كما استعادت 6 جبال وتلال حاكمة بمساحة 90 كيلومترا مربع ليقترب بذلك من إعلان محافظة حمص خالية من إرهابي التنظيم التكفيري. في خبرنا الأخير اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب اقتحام قوات كبيرة مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال استمرت حتى ساعات الفجر الأولى حيث أمطر الشبان قوات الاحتلال الزجاجات الحارقة وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة نحو الشبان، كما واقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل داخل المخيم وحطمت أبوابها وأثاثها وعاثت بها فسادا وتخريبا. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك نور. شكرا لك علا. أما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة. إيد بإيد سوريا أقوى هو الشعار الذي آمن به السوريون وعملوا على تكريسه قولا وفعلا من خلال مبادرات أهلية ومجموعات شبابية وضعت بصمتها الخاصة بفعل منهاج عمل محدد نفذته على أرض الواقع لتبقى سوريا
قوية بتلاحمها مع شعبها. أكيد أريج على هذا النهج وعلى حب الوطن والرغبة في تقديم المساعدة لكل من تضرر من أبناء الوطن جراء الحرب على بلدنا الحبيب. من هذه الجمعيات فريق شباب بصمة إيد بإيد سوريا أقوى في محافظة طرطوس. لنتعرف على آخر نشاطاتهم وفعالياتهم. معنا عبر الهاتف مديرة الفريق وهي مدرسة أيضا السيدة حمامة محمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الإخبارية. أهلا صباح النور صباح النصر. بالبداية خلينا نتعرف أكثر من حضرتك على الفريق وإمتى بدأ عمله والمجموعة يلي ساهمت بترك بصمتها على أرض الواقع من خلال نشاطاتكم. خير بداية اسمحوا لي سلم على أصحاب الفضل في انتصاراتنا اليومية. السلام على أرواح شهدانا الأبرار أكرم من في الدنيا وأنزل بني البشر والسلام على أسرهم الصابرين. سلام الله على جرحانا ونتمنى لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله. والسلام الكبير لسيد الوطن سيد الرئيس بشار الأسد وعلى جنودنا الجنود الجيش العربي السوري القابضين على الديناز في الميدان وعودي مأموني وآمني وسريعة إن شاء الله للمفقودين بإذن الله. بالنسبة لعيد إيد سوريا أقوى هو عمل متطوع لشباب متنوع بالأعمار شباب صغار كبار مختلفين. طبعا اجتمعنا على محبة الوطن وتقديم مساعدات مختلفة. نعم المساعدة طبعا لجرحانا السؤال عني هو كان أهم شيء نسأل عليهم ونقدم لهم خدمات مختلفة إن كان أدوية ولا مستلزمات مختلفة حسب حاجة الجريح. طبعا بعد ما نزوره ببيتهم نشوف حاجاته الأساسية مقدم حسب الحاجة المطلوبة. طيب خلينا نحكي بشكل موسع من حضرتك عن الخدمات والدعم اللي عم تقدموه اليوم بمختلف جوانبه الإنسانية والمادية لجرحى الجيش العربي السوري لأبطالنا رجال الجيش العربي السوري اللي مهما قدمنا لهم يمكن ما منوافيهم جزء من حقهم علينا. أكيد طبعا بالنسبة للمساعدات الإنسانية هي بالدرجة الأولى عامل النفسي السؤال عليهم وزيارة ببيوتهم نقل للمشافي تقديم المساعدة المالية تقديم كل ما يلزم طبعا من أجل تخفيف معاناة لشبابنا الجيش العربي السوري إن كان طبعا ضمن مشافي أو كان ببيوتهم. فالحاجات مختلفة كل جريح حاجته شكل فحسب حاجته نحن نتواصل معه من أمنه ومنوصل إياها على بيته خدمة. نعم يعني كمان كان مؤخرا لكم في تصميم مصعد لأحد الجرحى وكان في غيرها من التفاصيل كثيرة اللي ممكن تدعموا فيها الجرحى من أبطالنا. خلينا نتعرف شوي على آلية عملكم وكيف بيتم التواصل مع الجرحى وكيف بيتم دعم كل حالة. تماما هلا نحن من خلال طبعا ارقام هواتفنا والتواصل عبر الفيسبوك على صفحتنا او او عبر المشافي العسكريه لانه نحن عندنا تواصل وزياره بشكل مستمر للمشافي العسكريه. فنحن بنشوف الجريح وبناخذ معلومات منه بنشوف وضعه وشو حاجته بنأمن له الحاجه المطلوبه. المصعد كان في احد الجرحى حالات شلل رباعي كان له 8 شهور ما في ينزل من بيته فنحن حاولنا نخفف معاناته قررنا نصمم هذا المصعد والحمد لله صار في امكانيه للتنقله للمشافي ومراجعته لاي مكان بحب يروح يكون عليه. التواصل مستمر والخدمه مستمره مع شباب الجيش العربي السوري وان شاء الله يا رب هيك بنقدر نامن اكبر حاجه ممكنه واكبر خدمه ممكنه ان شاء الله للشباب. أكيد خلينا نحكي معك عن نشاطاتكم وفعالياتكم القادمة. يمكن عملكم ما بيتوقف في جهود كتير كبيرة عم تقوموا فيها ومتابعة مستمرة. خلينا نحكي عن نشاطات القادمة اللي عم تحضروا لها هلا. طبعا نحن في عنا أجهزة صممناها أجهزة اسمها هبوط للقدم لما بيكون جريح عنده حالة عصبية أذية عصبية فنحن صممناها وفق المواصفات العالمية وصنعناها وعم نوزعه للجرحى اللي عندهم هي الإصابات. في طاولة وقوف لحالات الشلل السفلي والرباعي كمان عم نأمنها مو بس لمحافظة طرطوس نحن نشاطاتنا لكل المحافظات. في عنا فريق متوزع بالمناطق بالمحافظات عم نوصل هاي الاحتياجات للجرحى. في الأدوية اللي ما أنا متوفرة إحنا عم نحاول نجيبها كمان قسم منا من برا وفي قسم منا لما ما بتوفر من المديرية نحن عم نأمنها بشكل دوري. طبعا في جرحى عندهم بشكل دوري بشكل شهري دوام مستمر فنحن عم نقوم بتأمين هالمواد هيدي.
نعم، يعني نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، ودائما هالدعم مقدم لجرحى أبطال الجيش العربي السوري ظل مستمر، وأكيد هن بفضل صمودهم وأسرارهم على الحياة عم يتغلبوا على كل إصابتهم، وهن عم يكونوا موجودين حتى عم يقدموا، يمكن يكون في لهم مشاريع إنتاجية حتى، وكل شخص وكل جريح حسب حاجته. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نتشكرك كثير، واكيد مثل ما قلتي اريج بدنا نوجه التحيه لكل رجال الجيش العربي السوري والجرحى الجيش العربي السوري اللي احنا متواجدين اليوم بفضل تضحياتهم وانتصاراتهم المتتاليه. وقبل ما نختم مشوارنا الصباحي لليوم نتوقف عند مشروع حدائق مدرسيه اللي اقامته منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده، تفاصيل اوفى مع تقرير زميلتنا هلا العلي. نشر ثقافة غذائية أفضل بين طلاب المدارس من خلال مشروع جديد يعتمد على إيجاد حدائق مدرسية ما عملت على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في سوريا. فمع استئناف السنة الدراسية سيستفيد آلاف الطلاب من الفاكهة والخضروات الغنية بالمغذيات التي تنتجها حدائق مدارسهم الجديدة، وذلك ضمن إطار برنامج التثقيف الغذائي الجديد الذي يعلم الطلاب أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وصحي. الحدائق المدرسية، وهي أشبه بغرفة صف خارجية، يحصل فيها الأطفال على التعليم، حيث تتجاوز فوائدها الصف وساحة المدرسة لتصل إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم. ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإنابة في سوريا دكتور أدم ياو أكد أن التغذية الجيدة هي خط الدفاع الأول للطفل في مواجهة الأمراض الشائعة لضمان حياة نشطة وصحية، إلى أنه غالباً ما تكون المدارس هي المكان الوحيد الذي يتعلم فيه الأطفال مهارات حياتية مهمة. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس حدائق مدرسية في سوريا على مستوى المدارس الابتدائية، حيث تم تدريب 300 مدرس في 17 مدرسة في مناطق مختلفة من محافظات ريف دمشق وحلب وحماة وحمص، إضافة إلى اللاذقية وطرطوس، ما سيساهم بتثقيف أكثر من 3400 تلميذ بشأن التغذية. قامت منظمة الأغذية والزراعة باستخدام المدارس كمدخل رئيسي لنشر مفهوم الزراعة المراعية للتغذية، والذي يركز على أهمية التنوع الغذائي. ومع توفير المدخلات اللازمة فقد قامت كل مدرسة بتطوير حديقة مدرسية مساحتها نحو 500 متر مربع، مجهزة بخزانات مياه ونظام ري بالتنقيط، ومن خلال الطلاب أنتجت حدائق المدارس ما يصل مجموعه إلى 12 طناً من الفاكهة والخضروات. يعني مع الحفاظ على الغذاء الصحي لهون بيكون صباحنا وصل للختام. نتمنى لكم بقية نهار يحمل الكثير من الطاقة والسعادة، وأكيد ابقوا على اطلاع على كافة الأحداث من خلال تغذيتنا المستمرة على شاشة الأخبار السورية، ودايما موعدنا كل يوم بتجدد معكم كل يوم الساعة 9 الصباح. وبنهاية الأسبوع نتمنى لكم عطلة أسبوعية مليئة بالراحة. أكيد أريج رحلتنا الصباحية لليوم خلصت، ودائما تحيتنا بالبداية والختام لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم، إلى اللقاء.